كشفت وزارة العمل الأمريكية انخفاض معدل نمو التضخم في الشهر الماضي بعدما وصلت إلى 8.3 في الوقت الذي كانت تسعى فيه الجهات الرسمية إلى تخفيضه إلى 8.1. الشعب الأمريكي رابح، سنعمل على خفض تكاليف الأدوية وخفض تكاليف التأمين الصحي لملايين العائلات، الشركات الكبرى سوف تدفع نصيبا عادلا. اتخذت أكثر الإجراءات على الإطلاق لمواجهة أزمة المناخ وزيادة أمن الطاقة لدينا على مستوى العالم. البيت الأبيض خصص أكثر من 200 مليار دولار خلال الشهر الماضي لمواجهة التضخم، جزء منها للشركات وأخرى للأفراد. ورغم ذلك ما زال البيت الأبيض يحاول تقديم المزيد من الحلول للسيطرة على التضخم. أعتقد أنه عندما يكون لديك بالفعل ارتفاع بالأسعار فإن المزيد من الإنفاق الحكومي لا يتوافق مع ذلك، لهذا ارتفعت نسبة التضخم لأول مرة منذ 40 عاما بهذا الشكل، وهذا ما يدفع البنك الفيدرالي للرد برفع سعر الفائدة والمواطن هو الضحية. ارتفاع نسبة التضخم دفع 7 ولايات إلى اتخاذ قرار في رفع الحد الأدنى للأجور، في حين أكدت 10 ولايات أخرى أنها ستتخذ قرارها بهذا الشأن مع بداية العام القادم. ويرى خبراء أن بقاء التضخم في مستويات مرتفعة يدعم توجه البنك الفيدرالي الأمريكي في التجديد على السياسة النقدية، حتى لو أدى ذلك إلى إبطاء النمو الاقتصادي. إياد الجغبير، سكاي نيوز عربية، واشنطن.